لينا نروح لنادي الزمالك، وطبعا نادي الزمالك يمكن في معسكر في الامارات، واولى لقاءات نادي الزمالك النهارده امام الوحده الاماراتي، ونادي الزمالك بيخسر طبعا 3-1. معانا من الامارات ناقدنا محمد مطوع. محمد تحياتي ليك. تحياتي لحضرتك كابتن احمد ولكل متابعينك، ودايما متالق كالعاده كده يا كابتن. حبيبي طبعا انت يعني متالقين بيك، لان انت واحد طبعا من فريق الاعداد بتاعنا، ومن الناس المميزين. فقول لنا بقى، يعني هتقوم بدور المراسل دلوقتي لينا، قول لنا الاجواء، ولان عندي شويه اسئله كده عايز اسالك عن نادي الزمالك. يمكن اول لقاء النهارده كان لنادي الزمالك. طب بص يا كابتن، يعني هي طبعا لو هنبداها سريعا كده من الاخر، هي الاجواء حزينه داخل فندق نادي الزمالك عقب الهزيمه الغير متوقعه، رغم انها وديه ولكن الهزيمه غير متوقعه. الكل كان هنا في يعني في معسكر الزمالك او في فندق الزمالك بيتكلم ان الزمالك قادر ان هو يفوز، وقادر شايف ان المباراه سهله، والفريق الفتره اللي فاتت كلها كان فيه استعدادات وجاي ان هو يفوز ويلعب حتى ياخد الدوره، حتى لو هي مش دوره وديه ولكن لرفع المعنويات قبل العوده من جديد الى القاهره. طبعا حضرتك عارف ان معسكر الزمالك يعني مقسوم لجزئين، جزء في صحيح. ابو ظبي اللي هو مع انديه الوحده الاماراتي والاتفاق السعودي وام صوار القطري، وجزء ثاني الاسبوع المقبل هيبقى في دبي مع انديه الرجاء المغربي ووهان ثري الصيني واهلي جده السعودي. الزمالك النهارده بخسارته طبعا يا كابتن هيلعب يوم الاربعاء الماتش الاخير ليه في ابو ظبي امام فريق ام صلال القطري اللي بيقوده الفرنسي كارترون مدرب الزمالك السابق، واللي يمكن النهارده قابل لعيبه الزمالك وهو طالع من الملعب، وكان يعني في حضرتك عارف الحاجات دي اللي هي بتبقى ما بين المدرب السابق واللعيبه صحيح. واحضان والتحيات اللي ما بين الطرفين وكده، وكان يعني مداعبات بالذات لبعض اللعيبه اللي هم بيعتبروا ابنائه زي كارترو زي اوباما زي شيكابالا، لعيبه محمد عبد الشافي وقفوا معاه كتير قبل بدايه المباراه. طيب ولكن زي ما بقول لحضرتك اللعيبه خليني هم اخدك للاجواء الفنيه اكتر. يعني اداء الزمالك النهارده ما كانش افضل ما يكون، ولا الاداء كان كويس؟ يعني ما ممكن يكون الاداء كويس بس النتيجه، لما يعني كلمنا على الاداء الفني داخل الملعب. طيب هو الاداء الفني برضه الكابتن تاثر بغياب عناصر مهمه عن الفريق، تاثر بغياب واحد زي اوباما اللي شعر في مران الامس بشد خفيف في السمانه وكان عايز يلعب النهارده ولكن الجهاز الفني رفض اشراكه. عمر جابر لعب وهو مصاب بنزله برد عشان بسبب العجز اللي موجود في نادي الزمالك، وده يمكن السبب اللي خلى لعيب زي محمود علاء يغيب. اكيد حضرتك كابتن عارف في لعيبه لسه راجعه الملعب بقالها كتير جدا غايبه عن الزمالك زي صحيح. الونش، دي اول مشاركه تعتبر مشاركه كامله ليه بعد الماتش الودي اللي لعبه لدقائق في القاهره امام الشباب الكويتي، فدي اول مشاركه ليه. مصطفى شلبي برضك اول مشاركه كامله ليه بعد غياب كبير، فدي كلها عناصر فنيه مهمه في الزمالك في تشكيل الزمالك، بجانب طبعا عنصر زي زيزو او احمد فتوح من الغيابات. فظهر الزمالك بالشكل اللي حضرتك شفته، ويمكن يا كابتن كان في المدرجات بقى يعني مطالبات الجمهور بالصفقات، يعني واحد اتنين الصفقات فين، حسين يا لبيب عايزين كام لعيب، هتافات من النوعيه دي اللي هي ايوه. عايزين دعم للزمالك في الفتره المقبله. طيب يعني عامة هو معسكر مهم ومفيد بالنسبة لنادي الزمالك. طيب خليني أكلمك على المدير الفني الجديد بالنسبة لنادي الزمالك. يعني الأخبار يعني خليني برضو أخد منك، لأن هيكون كمان عندنا مداخلة مهمة للتفاصيل عن المدير الفني وعن مشواره وكده، هيكون مداخلة من بلجيكا. ولكن يعني الأجواء إيه؟ اللعيبة شايفة إن ده حاجة كويسة؟ شايفة إن مهم؟ مين اللي هيختار الصفقات القادمة بالنسبة لنادي الزمالك زي ما أنت بتقول؟ لأن المفروض نادي الزمالك خلاص القيد فتح، فالمفروض إن هو يعلن صفقات في الفترات القادمة. تمام. ومين أبرز خلينا الصفقات كابتن اللي هتكون موجودة؟ يعني اقول لك سريعا شقين في الامر ده كابتن. الشق الاول لما الامر ده وصل لمعسكر الزمالك كان في حاله من الحزن مع غير يعني مش هنقدر نخفيها من جانب افراد الجهاز الفني ان وصل لهم الامور دي، خاصه ان التاكيدات اللي كانت جايه لهم ان هم موجودين على الاقل، ولو هيبقى في اعلان عن المدير الفني هيبقى بعد عوده الفريق من معسكره، عشان حتى يعني منظر وشكل الجهاز الفني اللي بيقود الفريق وهو في معسكر، خاصة ان المدير الفني الجديد لن يلحق بمعسكر ابو ظبي او دبي، فكان في حالة حزن خاصة مع اعلان اسماء رحيل ايوه بعض ايوه بس هو الاسماء هم حسموا موقفه ولا لسه حتى الان؟ بص يا كابتن، حتى اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها ويمكن واحنا بكلم حضرتك دلوقتي هو المفروض في
مقابله زوم مع المدرب لتعديل بعض البنود اللي كانوا يعني اتفقوا عليها هو طالبها، يعني حاجات خاصه مثلا بالسكن بمقدر التعاقد بالمساعدين بتوعه، بعض الامور في زوم خاص هيبقى المفروض ان هو بدا من دقائق بسيطه بين مسؤولي الزمالك وبين المدرب. حتى اللحظه اللي كلام حضرتك فيها دي مفيش توقيع عقود زي ما قيل، لسه المدرب ما وقعش اي عقود. انما طالما وصلوا لاتفاقات، يعني معنى ذلك ان يعني الامور اصبحت يعني خلاص وشيكه، يعني ماشي يا كابتن، بس دايما الامور في الزمالك وحضرتك لعبت في الزمالك واضرب شعاب الزمالك برضو صحيح. الامور في الزمالك بتتغير بين كل لحظه والتانيه، ممكن ضغوط جماهيريه ان المدرب شايفينه صغير مالوش سي في قوي فيقول لك لا المدرب احنا بقى مدرب احنا بقى احنا بقى احنا بقى انا اقول لك على حاجه مطوع، هيبقى عندنا مداخله بعد شويه، سي في الراجل ده كله هيتم من طبعا يعني عندنا مداخله من بلجيكا علشان نجيب السي في بتاع الراجل زي ما انت بتقول طبعا، لان هو كمان سنه صغير وهو ما مسكش في المقدمه خالص في بلجيكا، ما حققش يعني اي نجاحات او اي بطولات مع اي فريق من الفرق البلجيكيه. طيب اهم الصفقات بالنسبه لنادي الزمالك اللي في طريقها لنادي الزمالك. طيب هو اهم الصفقات بالنسبه للزمالك كابتن في الفتره الحاليه، الزمالك بيتكلم وهدفه الاساسي لعيب زي محمود صابر من بيراميدز، لاعب زي محمد شحاته من طلائع الجيش. الزمالك بيدور على مهاجم افريقي يكون قوي واسم كبير يقدر يقود هجوم الزمالك، وده اللي مسموح للزمالك الكابتن ان هو يجيبه، خاصه ان الزمالك عنده اربع افارقه. الزمالك لو عنده مسموح له باعاره واحده، لو قدر انه يعير اي من سامسون او نوباي هيجيب لاعب ثاني يعني افريقي او محترف على المستوى الكبار، لو ما قدرش يعير اي منهم هيتعاقد مع اثنين لعيبه افارقه من صغار السن. والزمالك رايح في حته صغار السن يا كابتن، رايح للمدرسه اللي يعني مدرسه شمال افريقيا للاكاديميات الكوره اللي موجوده هناك زي اللي موجوده في المغرب او الجزائر، يعني دي التجربه اللي الزمالك عايز ياخدها في اللعيبه اللي تحت السن تبقى موجوده في الفتره الجايه. في لعيبه كتيره ممكن ترحل عن الزمالك وهي موجوده في الامارات في الفتره الحاليه مع الزمالك، زي مثلا حاتم سكر اللي المدرب ميكالي طلب منه انه لازم يشارك عشان يكون موجود معاه في الاولمبياد والراجل عنده عروض. محمد طارق اللي موجود في المنتخب دلوقتي ولكن ما بيشاركش مع الزمالك، بنسبه كبيره ممكن يروح بلديه المحله لان الزمالك بيرغب في استعاده حسام اشرف وبيرغب في استعاده اسامه فيصل عشان يكونوا موجودين معاه فيما تبقى من الموسم الحالي. طيب يعني طبعا محمد مطوع مراسلنا في الامارات دوله الامارات في معسكر نادي الزمالك، بشكرك جدا جدا على الاستفاضة اللي انت كلمتنا عليها وكل التوفيق لنادي الزمالك اكيد في معسكره القادم.